النهاردة والأول مرة في تاريخ البرلمان بيتم تسمية رئيس مجلس الشعب الجديد خارج حدود المجلس وقبل بدء جلساته رسميا بعد أن تم اختيار الدكتور محمد سعد الكتتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة رئيسا للمجلس، وبدأ أن هناك مفاوضات توافقية منحت حزب النور منصب أحد وكيلي البرلمان باعتباره القوة الثانية بعد الحرية والعدالة. أما منصب الوكيل الثاني فكان من المفترض منحه لحزب الوفد، لكن يبدو أن هناك احتمال بإعطائه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعد رفض الوفد التحالف مع الإخوان. ودلوقتي نقدر نقول أن كعكة البرلمان خلاص تم اقتسامها بين هذه القوة، والغايب ملوش نائب ولا عزاء للصغار ووسط الكبار. وأصبح السؤال الكبير ما هو مستقبل هذا البرلمان، وهو مصير القوى الليبرالية في المجلس، وإلى متى سيصمد برلمان الأغلبية الإسلامية في ظل الجدل والمخاوف المصاحبة لتشكيله واحتمالات الصدام بين أطرافه، وأيضا في ظل حالة الاحتقان في الشارع بين شباب الثورة وقطاع كبير من المثقفين والفنانين والأقباط والمرأة والمجتمع المدني. معنا النهاردة المهندس سعد الحسيني الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، والأستاذ أمين اسكندر عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الكرامة. أهلا بكم. أهلا بكم. أهلا وسهلا. باشمهندس سعد، أسباب اختيار الدكتور الكتتني رئيسا للبرلمان بعد أن خرج في البداية اسم الدكتور عصام العريان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه هو يوم تاريخي. تاريخي مش لأن الكتتني بقى رئيس أو من حرية والعدالة، لأن احنا شهدنا حالة من الوفاق تليق بالحالة المصرية اللي صنعت الثورة. كان هيبقى شيء مؤسف جدا جدا ان اناس استشهدت وفقدت اعينها وفقدت كل شيء وضحت باغلى ما تملك عشان نصل لهذه الحالة، ثم يحدث عراك في البرلمان ايا كان سببه، سواء بقى على مقاعد هيئة المكتب او على مقاعد اللجان او ما الى ذلك. وذلك تمت الفترة اللي فاتت جولة سريعة من الحوارات مفاوضات مع الأطراف اللي هم حتى وقع البيان النهاردة بقيادة حزب الحرية والعدالة، حزب المصريين أحرار، حزب الكرامة، إصلاح والتنمية، حزب بناء والتنمية والوفد. وكان الوفد وافق يعني وقع لا هو ما وقعش، بس يعني كان ايه اللي بيتم، انتوا رؤيتكم ايه ان احنا نخرج ببرلمان بشكل متوافق يشارك كل الجميع في ادارته بشكل ديمقراطي، لا في اقصاء ولا تهميش ولا تصادم ولا استحواذ، هذا ما يليقش. ولو حدث ده هيبقى صدمه للمصريين كلهم ان برلمانهم الاول المعبر عنهم يخرج بعراك. في الحقيقه كان الروح جيده جدا، الجميع دول المجموعه دي توصل تقريبا 85% اصوات البرلمان، كتل رئيسيه تقريبا يعني، كان اخرهم حزب النور بالامس، وكان بعد كل اتفاق مع حزب كله حول الاطر العامه. انت شايف هيئة المكتب توزع ازاي، اللجان تتوزع ازاي، انت شايف. فوجدنا بفضل الله روح جيده بدون تحديد حصص محدده، بدون انت لجنه ايه ولا هتاخد ايه، ولا عكس ما كله كان يشاع. اخره انتهى بلقاء مع حزب النور، وكان اتفاق ان لو حصل نوع من التوافق في الكتله المقترحه دي ان احنا نجلس مع بعض ونعلن امام الامه جميعا ان احنا وصلنا الى اتفاق اسس ومبادئ لاداره البرلمان بشكل توافقي متوازن ديمقراطي. الجوله بقول ان هي كانت طيبه جدا، وحددنا موعد اللي هو كان اليوم، وكان على راس الموافقين على نفس الاسس المتفق عليها، وهي كانت عباره عن ايه اللي اتفق عليه، ان الكتله الاكبر تسمي رئيس المجلس، الكتله الثانيه تسمي وكيل، ثم الكتله الثالثه اللي هي الوفد تسمي الوكيل وكيل اخر. وان المقاعد لجان وبقيه لجان المجلس توزع طبقا لعده معايير، اولها طبعا احترام النسبه اللي الشعب اختار بيها، النسبه والكفاءه الكفاءه والتوافق. يعني لو وجدنا ان في شخصيه قد تكون يعني في اجماع ما تناسبش، نحاول ان احنا نصل لهذه الحاله. كل هذا تم اتفاق عليه بين كل الاطراف، وعقدنا الاجتماع لنعلن على الامه هذا الامر، وتركنا كل حزب يحدد ممثله ولا سيما في هيئه المكتب. حزب الوفد من موافق تماما، قال انا بس في نقطه اجرائيه احترمناها تخصه،
وأن لابد يمر هذا الأمر على الهيئة العليا، والهيئة العليا أعتقد اجتماعها غدا. إحنا قلنا إحنا أهلا وسهلا، أعلننا هذا الموقف وقلنا الوفد محجوز له مكانه، وإذا اعترض وقال لا أنا مش أنا منسحب عن هذا يبقى الحزب اللي يتلوه في العدد. الشيء الآخر أن كل لم يحضر هذا الاتفاق له حصته بنفس المعايير، وكذلك المستقلين. يعني الفكرة اللي قدناها في الحرية والعدالة أن احنا لا نقصي أحدا، كل حسب نسبته، ما في حد يستحوذ أو يقصي أو كعكة أخذناها ونترك الباقين أبدا، هذا لن يحدث. طب ليه كان في إصرار على توزيع المناصب خارج البرلمان مش داخل البرلمان، وعقب أو أثناء انعقاد الجلسة الأولى الافتتاحية للبرلمان، وهي يعني جلسة إجرائية في المقام الأول، ولا كنتوا خايفين مثلا من حدوث مفاجآت؟ لا طبعا، لا مش حكاية مفاجآت، طبيعة الجلسة الإجرائية إذا حدث فيها يعني عدم يعني اتفاقات مسبقة ممكن يحصل فيها مشاكل ويحصل فيها صراعات قد تطول. إحنا نريد إن إحنا نخرج يعني المصريين فيرست امبريشن بالنسبه لهم ان ده الانطباع الاول، ده هيحقق املنا. قضيه الصراع والاستحواذ دي قضيه لا تليق بنا كمصريين، فكان اعتقد ان الحوار والتحضير جيد لاي عمل يعني، وراينا نتيجه هذا التحضير. احنا حزب النور قال يعني هو خلاص اتفقنا على ان هو ده مكانه، اتفاق الجميع، وهو لسه هيسمي وكيله حزب الوفد اذا لحق ان شاء الله، اعتقد انه هيلحق يعني، هيسمي هو وكيله. احنا اردنا نقطع بقى الايه الحوارات اللي لا تنتهي. عصام العريان، لا محمد كتتني، الهيئه العليا فوضت حزب المكتب التنفيذي انه يختار للحزب. أجرينا هذا الاختيار اليوم بعد حوار جيد شارك فيه الدكتور عصام والدكتور كتتني والآخرين اللي رشحوا أو كان أسماءهم مطروحة يعني. وبعد هذا هيطرح على الهيئة البرلمانية لإقراره، لأن الهيئة البرلمانية هي المعنية طبق اللائحة بهذا الاختيار. فطبيعي جدا المكتب التنفيذي بيختار بيسمي، وده اللي أعلناه عشان نقطع القيل والقال، ثم هيعرض الهيئة البرلمانية. أعتقد اجتماع هيكون الأحد القادم أو السبت للمناقشة. اختيار دكتور سعد كان من خلال مكتب الإرشاد، من خلال مجلس الشورى الجماعة، ولا جه ازاي؟ لا لا لا، هذه ليس لها أي علاقة بالجماعة. الهيئة العليا اجتمعت أعتقد من 10 أيام، مش متذكر التاريخ بدقة، وفوضت المكتب التنفيذي أن يسمي على أن يعرض هذا على الهيئة البرلمانية اللي لم تكن قد شكلت بعد. احنا نستطيع نقول أن على يوم الخميس الهيئة البرلمانية تكتمل، نجتمع السبت او شيء ويعرض عليها محمد الكتتني والراي رايها. عظيم. استاذ امين، انت كنت من الفائزين على القوائم، هل اختيار دكتور سعد الكتتني شاركت فيه عن حزب الكرامه، ام انه كان اختيار حزب الحريه والعداله فقط وانتم وافقتم عليه؟ لا، هو اللي حضر ممثل الحزب رئيس الحزب المهندس محمد سامي، وكان على اتصال تليفوني بيا وقال لي ان كان في حوار محترم، كان في شراكه، لان احنا من اول جلسه بشان التشاور احنا طلبنا ان نكون شركاء، والمساله مش تقسيم كعكه، شركاء في التسميات، شركاء في المواقع، ان اطراف متشاركه فلازم تعرض عليها كل الاوراق. واعتقد ان هذا الكلام تم بشكل حقيقي حتى الان، وانطباع المهندس سامي اللي نقلوه لي عبر التليفون بانه كانت جلسه جيده. طيب، هل هناك وعود مثلا بتولي احزاب الائتلاف، مثلا رئاسه بعض اللجان، انت سوف ترأس لجنه من اللجان، هل في اتفاق على كده تم النهارده في الاجتماع؟ انا تقديري وهذا الكلام نقلته للمهندس سامي رئيس الحزب، بان احنا اعضاء مجلس الشعب ومشتركين في كل اللجان عبر النشاط، والأجندة اللي هتنطلع علينا وهي مكثفة وثقيلة جدا في دورة الانعقاد للمجلس الدورة الأولى، أعتقد أن هذا هو الأهم بالنسبة لنا. في وجود في لجان عبر متخصصين ما مش مشكلة، بس هو جوهر الموضوع أن احنا نواب عن الشعب المصري، وهي دي القضية الحقيقية. احنا بنواجه طبعا، أنا رأيي بنواجه مشكلة فيها خلينا أقول عدم شرعية مجتمعية مش قانونية، بأنه نصف المجتمع وأزيد شوية
مش موجود في هذا البرلمان تقريبا اللي هم السيدات النساء. احنا برلمان بلا نساء تقريبا نساء مصر في اظن 8 اظن عدد قليل جدا عدد قليل. احنا في التحالف عندنا أربعة وفي أربعة سيدات اخريات عدد قليل جدا. انا رايي بالنسبه للاقباط المشكله محلوه في 6 ظني فازوا بالانتخابات ومنهم سيده ومنهم سيده من 8 انا عايز اقول لك ان وانا ليا تصريح وقلت هذا الكلام 6 منتخبين افضل من 60 معين لان دول منتخبين باراده الشعب المصري وهنحل للمعضلة دي في الدورات القادمة. لكن المشكلة الحقيقية تخص المرأة المصرية. طيب باشمهندس دكتور سعد الكتتني هل ينوي أن يترك أمانة الحزب حين فوزه برئاسة المجلس الشعب؟ ده أمر مؤكد ما فيهاش فيها جدال. يعني أنتوا خدتوا قرار بأن دلوقتي دكتور سعد حيسيب أمانة يعني الحزب طبعا بقراءته القسم ولا حيسيب الحزب خالص؟ لا هو عشان يكون هناك حياة شديد لن يكون له أي منصب تنفيذي في الحزب لكن عضويته في الحزب كما هي عضويته في الجماعة أصلا كما هي أو عضو مجلس شورى الجماعة لكن خلاص المسؤوليات التنفيذية بأي حال من الأحوال هو عنده مهمة عظيمة جدا هو يمثل الشعب المصري رئيس سلطة تشريعية. بس هل ده يكفي لوجود حياد والعدم تكرار نماذج سابقة زي دكتور فتح سرور وصفوت شريف وغيره من يعني من نماذج قديمة يعني عانينا منها كثيرا؟ والله احنا يعني انا عايز اقول ان في العالم كثير من البرلمانات اللي بيحتفظ الشخص بصفته الحزبيه لكن احنا نتمنى او من المؤكد الروح اللي يعني تقمصها يعني او احنا بنعيشها ان يكون في حياد حقيقي لرئيس البرلمان. احنا لن يكون لنا دلال بحكم الاغلبيه على رئيس البرلمان. رئيس البرلمان الان يمثل الامه كلها وفرض هو في مكان يعني مسافات واحده من كل الأطراف الممارسة هتحكم هذا وإحنا كلنا يعني بنراقب هذا يعني كل البرلمان ممكن يتخلى عن كل مواقعه بس ما يبقاش برضو على الحياد. أنا معايا تليفون المهندس حسام الخولي سكرتير عام حزب الغد. مساء الخير باشمهندس. أهلا بك المهندس حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد. هل هناك نية للعودة مرة أخرى للتحالف أما أن الوفد قد خرج من التحالف؟ لا فندم أولا الكلام ده احنا عندنا هيئة عليا إن شاء الله يوم الخميس 1:30 بس احنا مش بنتكلم على التحالف. احنا دايما من الأول خالص مفيش حاجة اسمها تحالف دلوقتي إلا لو في حكومة ائتلافية ومفيش حكومة ائتلافية في الوقت الراهن. فكل اللي احنا كنا بنعمله قبل كده حاجتين: اولا استماع وجهات نظر عشان تبقى الصيغه صيغه توافقيه، ثاني حاجه حزب الوفد الى حد ما في مواقفه رفض حاجتين: رفض انه يتدخل في مجموعه انا بتكلم تبقى مجرد ان احنا نبقى مجموعه نبقى ضد الحريه والعداله او مع الحريه والعداله عشان نبقى ضد مجموعه. احنا قلنا مش هندخل في اي تنسيق إلا لما يبقى تنسيق كامل كامل يعني يشمل جميع الأطراف. الهدف من شموله جميع الأطراف مش مجرد كرسي وكالة ولا كرسي رئاسة. الهدف احنا شايفين ان مصر بتمر بمرحلتين: مرحلة اقتصادية صعبة جدا وفي نفس الوقت مرحلة سياسية متوترة. فمش عاوزين احنا بنسميها ايه يا استاذ عمرو، في حاجة اسمها الديمقراطية وفي حاجة اسمها استفزاز الديمقراطية. ممكن تبقى في ديمقراطيه مستفزه وهي ان الاغلبيه بفرق قليل تروح واخده كل حاجه، دي بتبقى تستفز الجموع. والشارع المصري والبرلمان في حاله توتر، احنا لازم ناخد نفسنا ونعيد حساباتنا. انا بتكلم كلنا كلنا لان البلد نفسها مش مستحمله. اما بقى النهارده مثلا هقول لحضرتك حاجه اتفضل. انا اتبسطت واتبسطت والحقيقه ضحكت شويه اما لقيت الدكتور ابو الغار واقف في الاول لان مع حزب الحريه والعداله، لان احنا ما بنعمل كده وبنقعد نتشاور الدنيا بتقوم علينا على طول. انتوا اتحالفتوا، انتوا دخلتوا، انتوا طلعتوا، طب ما الدكتور ابو الغار واقف اهو واقف وبيتكلم وبيتناقش. يعني القصه فيها تنسيق مواقف موقف موقف وليس تحالف. والتحالف عمره ما هيجي بقول لحضرتك الا لو كان في حكومه ائتلافيه ومفيش حكومه ائتلافيه دلوقتي. طيب اما في حكومه ائتلافيه موقف الوفد برضه واضح، مش هندخل حكومه ائتلافيه مع حد ضد حد، يا الكل
يا مش داخلين. طيب هو الحقيقة يعني ليه سؤالين. أولا، هل أنتم وافقتم على اختيار دكتور سعد الكتتني لرئاسة مجلس الشعب القادم؟ أولا أقول لحضرتك حاجة، أولا ده هيعرض علينا في الهيئة العليا اللي هو يوم الخميس، إنما أنا هقول لحضرتك ردا برضه على هذا السؤال. إحنا في الأول كنا بنتكلم وبقول إيه، وأنا طلعت في كذا برنامج قلت في ناس كتير قوي تصلح بطريقة توافقية زي المستشار الخضيري، وقلنا زي الدكتور وحيد عبد المجيد، بس حتى الآن برضه ما هو ما فيش حد طرح نفسه، يعني إحنا ما لقيناش حد تاني من اللي ممكن يتاخد عليه توافق عنده الرغبة أو طرح نفسه، فبالتالي ده بس الإخوان طرحوا يا باشمهندس. نعم يا فندم. الإخوان طرحوا حزب الحرية. أيوة يعني حزب الحرية أنا طرح. إنما أنا اللي أقصده إيه، إحنا ما كنا بنتكلم على ناس ممكن يبقى عليهم توافق بما فيهم من الإخوان. هم نفسهم دكتور وحيد عبد المجيد ما طرحش نفسه، هو دكتور الخضير ما هدور على علاقه طيبه جدا بالإخوان. هل انتم طرحتم حد حضرتك طرحتم حد من حزب الوفد؟ لا يا فندم، كرئاسه مجلس لا. طيب هو الاستاذ سعد الحسيني بيقول ان يعني مقعد الوفد لمنصب الوكيل محجوز، لك تعقيب؟ هو بيقول كده، هي الحقيقه معموله اللي احنا فاهمينها، احنا ما حضرناش، انما احنا فاهمينها مش وفد وكتله وتجمع قد ما هم بيدوا حل توافقي لكل بالنظام السائد عالمي او المفترض اللي هو يسود، وهو اللي حاصل على اكبر المقاعد ولا حاصل على الثاني ولا حاصل على الثالث. يعني القصه ما فيهاش دي للوفد لانه اسمه وفد ولا لان الوفد حاصل على المركز الثالث. بالظبط. انا بشكرك جدا المهندس حسام الخولي سكرتير عام حزب الوفد. أستاذ أمين، البعض بيشكك في قدرة البرلمان القادم على تلبية مطالب الثورة، خصوصا أن البعض بيقول ده مش برلمان الثورة لأن الثوار لسه في الميدان مش في البرلمان، رأيك إيه؟ ده أنا في اعتقادي أن دي قضية مهمة جدا، لأن أنا أعتقد أن البعض بيشكك في شرعية البرلمان وبيفصله عن شرعية الثورة، والبعض أيضا من الجانب الآخر بيتصور أن شرعية البرلمان حلت محل شرعية الثورة. وأنا الحقيقة مش مع وجهتي النظر. أنا في تقديري أن صاحب الشرعية الوحيد هو الشعب المصري الذي صار في 25 يناير وأطلق شرعية الثورة، واستكمل المواطنين طريق الثورة عبر صناديق الانتخاب، ولا فصل ما بين سقف المطالب الثورة المحدد في الميادين، في ميادين التحرير، و أجندة مجلس الشعب القادم. إذا انفصلت هذه الأجندة عن مطالب الثورة وقعنا في الخطيئة، مش في الخطأ، وقعنا في الخطيئة. ولذلك أنا في اعتقادي إذا لم ينجح مجلس الشعب القادم في الاستجابة لمطالب الثوار وتحقيق أهداف هذه الثورة، من أول تطهير المؤسسات إلى التحقيق في الملفات الشائكة اللي ما صدرتش فيها تحقيق حتى الآن، من أول مزبيره لحد من أول صور لمزبيره لمحمد محمود لمجلس الوزراء، كل دي ملف، ملف الخصخصة، ملف العبارة، كل الكلام ده لازم يفتح ويتأكد الثوار من أن مطالبهم في الحرية والعدالة والخبز والكرامة الإنسانية سوف يحققوا هذا المجلس. إذا تم ذلك أنا أعتقد أن هناك توافق بين شرعية الثورة وشرعية المجلس في هذا الإطار. إذا لم يتم ذلك ولقينا نفسنا داخلين في أن احنا بقينا جزء من منظومة النظام والدولة وكلام من دوا، أنا أعتقد احنا بنخسر كتير وبنخلي فجوة كبيرة جدا بين شرعية الثورة وشرعية المجلس. سعد، يمكن كلام الأستاذ أمين مع التصريحات اللي قالها امبارح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحريه والعداله في لقائه مع الدكتور كمال جنزوري اللي قال فيها انه ناقش الاجنده التشريعيه للبرلمان، خليني اسالك اهم التشريعات اللي هتكون ليها اولويه في البرلمان القادم. هو انا اضيف بس اضافه مهمه للاستاذ كلام الاستاذ امين، يعني الواحد واحنا في ميدان التحرير وكنا يعني اعتقد ان كل الجميع كان عنده إجابة على السؤال احنا واقفين هنا ليه؟ احنا عايزين حريتنا. طب حريتنا في ايه؟ في ان احنا نختار برلماننا، نختار مؤسساتنا، نصنع دستورنا، نختار رئيسنا، وهؤلاء جميعا نعزلهم، نمدد لهم، مش احنا الشعب؟
فيعني الترجمة المباشرة للأولى لمطالب الثوار هي هذا البرلمان. البرلمان ده خد عدد الأصوات الصحيحة 30 مليون، 30 مليون يعني من ضمن 50 مليون، فشيء مذهل. ليس هناك أكثر تعبيرا عن مطالب الثورة من نجاح هذا البرلمان. تبقى الشيء الآخر هو بقى الأجندة اللي هتبقى التعبير الحقيقي. احنا بالمناسبة القضية دي شغلانة من زمان وعكفين عليها من فترة، يمكن أنا يعني مسؤول عن هذا الملف وفي يعني أخذ وعطى مع لجان الحزب، وطرحنا مجموعة من الحزم، حزمة القضايا المتعلقة باحتياجات المواطنين وتحسين الحالة المعيشية وتحقيق العدالة، حزمة أخرى مرتبطة بمحاربة الفساد وتحسين الاقتصاد، يعني وخصوصا أن هم في توافق بينهم، الحزبة الثالثة مرتبطة بإعادة بناء الدولة والنظام الديمقراطي للدولة. احنا في مرحلة بناء. ايه العاجل من هذا كله؟ يعني برنامجنا ده هو اللي بتاع الحزب الحرية والعدالة، 4 أبواب وثلاث قضايا رئيسية، الأمن والاقتصاد ومحاربة الفساد. احنا ما قعدنا نترجم كل فقرة في الجانب التشريع، لقينا عايزين 250 تشريع. طب وبعدين؟ احنا عددنا الاجنده بتاع السنه الاولى تقريبا اجنده واسعه شويه حتى تاخد يعني دور تشريع ونص، مش مشكله لكن ما يبقاش فيه شورت يعني. نمره 2، احنا في بعض القوانين فيها ممكن ماده، يعني بالمناسبه ممكن تلاقي مثلا قانون عباره عن ماده، يعني زي مثلا قانون احتكار، قانون منع مؤسسات احتكاريه، ده امر خطير جدا، وانا متخيل ده من اسرع القوانين اللي يجعل المصريين جميعا يحسوا بفرق. بمعنى ايه؟ أنا هضرب مثالين، صناعة الأسمدة وصناعة الأسمنت. الصناعة دي فيها احتكار بشع، يصل الأرباح فيه من وجهة نظرنا دي 400%، وبالمناسبة كلهم بياخدوا دعم. فاحنا بنتناول القضيتين دول على سبيل المثال بإيه؟ قضية الدعم ده عنوان بالأجندة التشريعية والرقابية. نمرة 2 على سبيل المثال محاربة الفساد من ضمنها قضية الاحتكار. مجرد ما تفك الحلقات الاحتكار دي ممكن بسهولة كل طن أسمنت ينزل 200 جنيه وكل شكارة سماد بتكلف 30 بتباع 150، أسمنت ب 100 أو 110 بتباع ب 500، ف 40 مليون طن، يعني أرقام مذهلة. مجرد كسر حلقة الاحتكار كل مصري بيبني بقى شقة ويشتري طن أسمنت يلاقي نزل له 200 جنيه وكل واحد فلاح، أمر مرعب. واحنا بنلف في الدوائر ناس هتموت على موضوع السماد، يوم شكارة اسمنت 150 توصل ل 70 ولا 60، احنا كده كل المصريين استريحوا. فاحنا الايه الفكره اللي شغلنا ان احنا نحس المصريين بلمسه لمسه يعني راحه، نحس المصريين بالعداله السريعه وليست الدائمه، يعني ان شاء الله تبقى في المستقبل، نحسس قطاعات كبيرة. يعني لو عندي تشريع يمس قطاعات كبيرة يبقى ده أولى، لو عندي تشريع ما بيرتبش مثلا ضرائب جديدة أو عبء الموازنة العامة يبقى ده ليه أولوية. لو عندي تشريع مجرد بس تبديل داخل بنود الموازنة العامة، يعني أنا لو خدت من بند الدعم اللي بيروح للشركات الأسمدة والأسمنت طاقة، هو نفس البند الدعم ده يروح لأعمل معاش الضمان الاجتماعي. طب اسمح لي قبل ما نكمل مع حضرتك هناخد بس معانا المهندس طارق الملطي المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الفل يا استاذ عمرو، تحياتي ليك الله يخليك وسعد والاخ امين اسكندر، وبقول له كل سنه وانت طيب. الله يخليك. انتوا ليه ما حضرتوش النهارده الاجتماع يا باشمهندس؟ ليه حزب الوسط ما كانش موجود النهارده؟ وهل توافقون على اختيار الدكتور سعد الكتاتني لرئاسة مجلس الشعب القادم؟ الحقيقة احنا لم نحضر لان احنا لم توجه الينا الدعوة، ولكن خلينا نتكلم في النتائج اللي خرج بيها الاجتماع. بغض النظر عن الاشخاص مع كامل الاحترام ليهم، احنا سعداء جدا ان يتم التوافق بين القوى اللي ليها الاغلبية وبين حزب النور وحزب الوفد. احنا ما يعنينا بالاساس حزب الوسط،
أن يخرج الشعب الذي وضع أماله وطموحاته على هذا البرلمان بعد الثورة لا يجد أن في أول يوم في صراع على الكراسي وعلى مين يأخذ رئيس ومين يأخذ وكيل. نحن سعداء أن تم التوصل إلى توافق، ولكن الأهم ما قاله أخي أمين إسكندر من التوافق حول القضايا ذات الأولوية عند بدء جلسات مجلس الشعب، حتى لا يشعر الناس أن هذا المجلس يبتعد عن مطالب الثورة واستكمالها. وكما قال الدكتور سعد يعني ان لا نتحول لجزء من النظام مره اخرى، مش عايزين الحقيقه الصوره دي تعود مره ثانيه. احنا عايزين نستكمل بقى بعد التوافق على المناصب، عايزين نتوافق على القضايا اللي نحطها على جدول اولوياتنا، واولها تسليم السلطه لرئيس مدني منتخب في اقرب فرصه. وانا هنا بطرح ان احنا بنتبنى وجهه نظر المستشار طارق البشري اللي هو وضع التعديلات الدستوريه، واللي هم ادعوا بعض الاقاويل ان هي لا تقول بان الرئيس ياتي قبل صياغه الدستور. لا، هو بنفسه طلع الاسبوع اللي فات وكتب في الشروق وقال ان هو تتعمل انتخابات الشروق على مرحله واحده بدل مرحلتين. طالما عرفنا نقللها من 3-2 يبقى احنا نخليها مرحله واحده ونعمل انتخابات رئاسية ونصيغ الدستور على غير عجلة، ونكمل بعد انتخابات رئاسية نعمل الدستور بتاعه. دي وجهة النظر اللي احنا بنقترحها. تاني حاجة، لابد ان احنا نتحدث كما قال اخي امين اسكندر على حقوق الشهداء، على القصاص العادل. يعني من غير المقبول تماما ان يأتي الرئيس المخلوع محمولا في طائرة على تكلفة المواطنين المصريين تتكلف الملايين ويدخل في هذا الوضع، ونجد ان المصابين من المعتصمين او المتظاهرين مقيدين في الأسارة في المستشفيات. هذا شيء غير مقبول. هذه الثورة قامت للعدالة الاجتماعية وللكرامة الإنسانية وللحرية. حصلنا على الحرية وعلى بعض الكرامة الإنسانية، ولكن هذه الصور تعتبر امتهان للكرامة الإنسانية. ولذلك نحن نؤكد على أن لابد أن يتبنى مجلس الشعب يتوافق على أن تكون على جدول أولوياته استكمال مطالب الثورة. طيب، وأنتم موافقون على اختيار الدكتور الكتاتني لرئاسة المجلس؟ يعني ليس لدينا أي مانع على أي شيء يتوافق عليه القوى اللي لها الأغلبية في مجلس الشعب مع حزب النور مع حزب الوطن. يعني الكراسي ليست هي أهميتنا، يعني فليتفقوا على من يتفقون. المهم يخرج في شكل حضاري لائق، ان زي بقول لحضرتك الشعب لا يجدنا نتصارع على الكراسي. دي حاجة كويسة جدا. احنا حريصين ان الشعب ده نرتفع بمعنوياته، لان كل الفترة السابقة للأسف من يدير السلطة الانتقالية يعني وكأن الثورة قد حكمت وكأنها هي المسؤولة عن كل تردي الأوضاع الاقتصادية، في حين أن المسؤول الأول الحقيقة هو من يدير السلطة الانتقالية وهو المجلس العسكري. ويعني كان لدينا أمل أن هناك بعض الوجوه في حكومة الدكتور الجنزوري يتم تغييرها، مثل السيد الدكتور مع كامل الاحترام ليه الدكتور فتحي البلاغي الوحيد الباقي في كل الحكومات. وهذه الوزارة الهامة جدا يعني لمن لا يعلم هي المسؤولة يعني تحت قدرتها أن ترتفع بالاقتصاد وأن تفتح أبواب العمل، ولكن مع الأسف هي معوقة لحركة الاقتصاد ولحركة التشييد والبناء في مصر منذ أن تولاها الدكتور فتحي البلاغي وحتى الآن. أنا بشكرك جدا وانصار مالت متحدث باسم حزب الوسط. نرجع للأجندة التشريعية قبل ما نشوف الأجندة التشريعية للكرامة ولا هي متفقة مع الأجندة التشريعية للحرية والعدالة. احنا قلنا في لو دخلنا بعض التفصيل بقى في الجانب تحسين الجانب الاجتماعي الاجور مثلا ما فيش اتجاه مثلا لوضع حد ادنى حد اقصى بالقانون. بقول لحضرتك بقى واحد، حقوق الشهداء واسرهم ورعايه الجرحى نمره واحد. يعني انا للاسف يعني قدر ان معايا في السياره الاجنده المشروع الاجنده يعني نمره واحد ده ما فيهاش جدال. نمره 2 قضيه حد الادنى والاعلى الاجور. عظيم. نمره 3 قضيه الحد الادنى للمعاشات. هذه من جرائم النظام. اديك شفت عملوا فيهم ايه وبعد ما وعدوهم بال10% رجعوا في كلامهم. طبعا الشيء نمره 3 رفع معاش الضمان الاجتماعي. صحيح. نمره 4 توسيع قاعده الاستفاده من معاش الضمان الاجتماعي. احنا بنتكلم احنا يعني طرحين عنوان اسمه موازنه العداله الاجتماعيه. الموازنه القادمه هي موازنه العداله. يعني كان هناك في سرقة هائلة وفساد هائل وما تبقى منه وعوائد التنمية لم يتم توزيعها أيضا كمان بشكل عادل. فإحنا بنلف القرى والشوارع في حالة مأساوية للمصريين. وعندنا مشاكل هائلة لن يأخذ حلها سنوات، لكن الذي لا يمكن السكوت عليه
البؤس اللي بيعيش المصريين. خلاص عندنا دين عام وعندنا عجز ميزان تجاري وعندنا مش عارف قروض وعندنا، لكن في النهاية دول يعني المصريين دول في رقبة مين؟ فقضية هي قضية اللي سميها موازنة العدالة الاجتماعية. عندنا في قضايا بتشغل قطاعات، يعني أنا فوجئت وأنا بلف في المدينة، الرؤية مثلا حاجات بسيطة كده، ممكن تعديل بسيط في القانون يحقق العدالة، بحيث أن ازاي اللي يقول لك انا ابني والاقي بجيلي 3 ساعات في الاسبوع، وبعدين لو الست ما جابتش الولد ولا في عقوب عليها ولا فيعني في نوع من العداله، خليني يا سيدي يوم في الاسبوع، حاجات كده بسيطه ممكن في الجانب الاقتصادي وكومباتبل معاها الجانب المحاربه الفساد. بنلاقي ان احنا الموازنه العامه رؤيه جديده للموازنه العامه، لا قضيه الدعم وتوزيع الدعم برؤية جديدة، بنلاقي قضية محاربة الاحتكار، بنلاقي أراضي الدولة بمئات المليارات موقف منها يحقق يرعى 3 مصالح. المصلحة الأولى أن المستثمر الجاد حتى لو كان خد بثمن بخس يستمر. نمرة 2 ندي ناخد حق الدولة، حق المصريين. نمرة 3 اللي هم اللي انتفعوا، معنى اللي اشترى شقة منه ولا اشترى فدان ولا الكلام ده ما يضيعش لانه ما له ذنب. يعني المصالح الثلاثة دول احنا نريد ان احنا اسعار الغاز والبترول واتفاقيات الغاز والبترول دي فيها جانب هائل من الفساد. هل تنوون الغاء تصدير غاز لاسرائيل؟ هي قضية يعني قضية انا اتمنى ان فيش سنتي يروح مكعب. لا في مشروع قانون طلب كده؟ لا لا ما فيش كده، لان دي احنا بنتكلم على عقود دولية. لو على افتراض ان اسرائيل احنا عملنا حاجة غير قانونية وعمل تحكيم دولي واحنا جزء من العالم وفي النهاية يعود علينا بمقاس زي القضية بتاع سياج، لا الموضوع عايز انا عايز المصلحة مش عايز المفسدة. يعني انا اروح اخبط في اسرائيل وفي النهاية الاقي نفسي ان انا خسرت اكتر، يا اما اخسر المجتمع الدولي. فمعلش الامور يعني احنا بنتكلم عن مصلحة بلد، مش يعني مش حاجة يلا هيا رجال واروح على يعني ده جانب. احنا يعني عندنا جانب بقى، يعني الجانب اللي هي بناء الدوله وقانون الاستقلال القضاء، قانون نشر حريه الصحافه، عايزين مزيد من حريه الصحافه. عندنا قانون الاداره المحليه وده شيء خطير جدا. الاعلام، هل هناك رؤيه للاعلام؟ الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه، دي ما انت عشان تعمل اقتصاد لابد من استقلال قضاء، لابد من امن، استقرار سياسي، لابد من الأنظمة الرقابية. ما هو عشان تقول اقتصاد الخمس حاجات 6 حاجات دول، استقرار سياسي، نظام سياسي محترم، استقرار أمني، استقلال قضائي، نظام قضائي لما يجي مستثمر ويضيع حقه وما يلاقيش في حقه، لا لابد ان يعلم ان النظام القضائي المصري هيضمن له حقه. الأجهزة الرقابية قوية بمنظومة رقابية بالكامل. النقطة الثالثة شفافية المعلومات. النقطة الرابعة حرية الصحافة. ودول كلهم بنمسهم بتشريعات. سمعنا عن مشروع لإلغاء وزارة الإعلام، مشروع قانون، هل ده صحيح؟ لا القضية هي وهي يعني وإنشاء جهاز للبث الإذاعي والتلفزيوني. لا دي تسريبات صحفية. لا هو القضية في برنامجنا، ما احنا ما تعرضناش لهذا الموضوع بالمرة، احنا اتكلمنا عن قانون النشر وحرية الصحافة، احنا عايزين حرية الصحافة. لكن هو في طرح في بعض الكلام عن المؤسسات الصحفية وتصفيتها أو تملكها لأهلها، يعني عايزين نفرق بين حرية الصحافة وإعطاء الفرصة للصحافة الحرة في مساندة الاقتصاد وبناء مجتمع ديمقراطي قوي، وبين أن يعني أصحابها يتملكوها يدروها بشكل مختلف لا يتعارض أي حال أحوال الرؤية دي مع أن حقوقهم، يعني أنا ما تضيعش بأي حال من الأحوال ومكتسباتهم كأصحاب مؤسسات ما تضيعش. دي قضية ليست على أولوياتنا بأي حال من الأحوال. وانا عايز بس اطمن، يعني اطمن المصريين وبحكم المسؤوليه، قضيه التشريع اللي يعد بليل ده ويطبخ كده في مطابخ لا نعرف اين صنعت ويصبح يوم بعد كده يئن الناس يقول اغنياء ولا فقراء ولا مؤسف. لا يمكن هدفنا كلنا مصلحة.